أصلي من فاس ولكن أخلاقي تزاديت في إيطالي، ولكن وخا عايشين في إيطالي ما كنساوش حنا أصلنا، ما كنساوش بلادنا وتقاليدنا وثقافتنا والأصل المغربي والأصل الفاسي. وخا ساكنين في الخارج كان والدينا كيخليونا ما نساوش هذاك الحماس اللي تيكون في المغاربة. جينا هنايا قالوا لنا بلي القنصليه نتاع المغرب دايره واحد البروغرام للناس اللي كيقراو في الخارج يجيو هنايا، وعطينا الدوسي ديالنا وشدونا وجينا هنايا باش نتعرفوا شويه بالكولتور ديالنا وهذه المنطقه معمر ما جينا لها ما كنعرفوهاش، وجينا وكبروا بينا هنايا وعجب لنا الحال وفرحانين نشوفوا شنو غيوقع هاد الايامات ان شاء الله. اليوم جينا هنايا على القرايه ديالنا وكونفرنس وداكشي وعجبت ليا بزاف، باش دابا خلي كنشوفوا شي المدى اخر هذا المغرب فهمتي، وداكشي كتعجب ليا بزاف حيت انا دابا فويخ كنكون غير في طنجه كنشوف غير بلايا والقهوه وداكشي، ودابا كنشوف كيف جات المغرب مريقله وكلشي مزيونه هنايا ما شاء الله. احنا فرحانين بان نكونوا مغاربه وفرحانين بان كاين هذا البروغرام، فخورين.